ان انا سبت سيلولوز فايبر من البيبر بوينت بتاعت وانا بنشف بعمل روت كانال تريتمنت، سبتها هي دي اللي هتعمل الرياكشن. اخر سبب التروسيست. التروسيست يعني معنى كده ان في حاجه اسمها السودوسيست. التروسيست ده السيست اللي نوت اتاتشد مع الروت سيرفيس، هلاقيه موجود في البيري ابيكال تيشو لكن مش اتاتش بالروت سيرفيس، وده سببه ان احنا هنعمل ريتريتمنت مش هينفع معاه النون سيرجيكال ريتريتمنت، لان ده مش هينفع نوصل له من خلال الكنال، لا ده احنا هنعمل سيرجيكال اكسبوجر للروت ونبدا ان احنا نعمل سيست انوكليشن. زي ما قلت الانتراراديكولار مايكرو اورجانيزم، ازاي الانتراراديكولار بيرزيست؟ زي ما عرفنا في الشابتر بتاع الميكروبيولوجي ان كان في بكتيريا ريزيست الانتراكانال ميديكامنت والاريجيشن بتاع نفسها بايوفيلم تستخبى جوه الدنتين لحد ما الانسترومنت كلها تخلص تبدا ترجع تاني، يا اما انا دخلت لها بكتيريا من الاورال كافيتي زي ما قلت ما استخدمتش الرابر دام، او ان انا الادوات بتاعتي كانت انفكتد بسبيشيز معينه من البكتيريا. قلنا الليكنج كرونال ريستوريشن ده من اهم اسباب الفيلير، ان انا اعمل روت كانال تريتمنت وبعد كده ما اقفلهوش كويس بسيلد كرونال او كرونال كراون كفرج ريستوريشن، كل ده هيسبب لي ان هو هيأثر على البكتيريا وهيزود النمبر بتاع الانفكشن جوه الانتاير لينس بتاع الروت كانال تريتمنت. بالريزلت لقوا ان كل الروت كانال بيحصل لها ريكونتامينيشن تاني بعد 30 يوم لو ما حطيتش الكورونا ريستوريشن، يعني انا قدامي ماكسيمم شهر لازم اكون مقفله التوز دي بالريستوريشن والكورونا كفرج. السسبكتد كورونا ليكج دايما بيحصل من البكتيريا او من السيبريتد انسترومنت اللي حصل فراكتشر للانسترومنت وانا ما عرفتش اعمل كومبليت كليننج وشيبنج. جه كرامب سنة 79 لخص الكوزز بتاعة الفيلير في كلمة poor past. poor يعني P perforation O الobturation O overfilling ال R root canal messed وال P periapical disease وال S split tooth وال T التروما. السplit tooth زي ما قلنا في الobturation ان احنا بعد ما واحنا بنعمل obturation عملنا فورس حصل فراكتشر او ان البيشنت ما حطش كورونا ريستوريشن كويسه فالتوس ادت ان هي يحصل لها فراكتشر. زي ما احنا شايفين كمان في الصوره اللي فوق في البريابيكال راديوجراف ستريب بيرفوريشن حصل ان احنا اوفر كاتنج للدنتين اللي موجود في الدنجرس اريا. ايه هي الدنجرس اريا؟ الدنتين اللي موجود في البيرفوركيشن اريا ديستال في الميزيال روت وميزيال في الديستال روت. كمان من اسباب الفيلير ان كان في مسد كانال، كان عندي ابر مولر متوقع ان انا الاقي فيه فور كانالز، الدنتس ما عملش لوكيشن للام بي 2 وسابها فعملت الفيلير. في الصوره بتاعت اللي على الشمال في ميزيال كانال في ابيكال ترانسبورتيشن وليدج وزيب بيرفوريشن. الاكس راي الثانيه الكانال بورلي كليند وشيب وابتوريت مليانه سبيسز في الابتوريشن. ما فيش اي صوره ظاهره. نعم؟ ما فيش اي صوره ظاهره. يعني هي كانت موجودة السنة اللي فاتت دلوقتي ما فيش. طيب ممكن تفتحي البرزنتيشن من الباوربوينت اللي أنا بعتها على موديل. مش عارفة ليه، أنا عندي ظاهرة. تمام. الإكس راي الثانية الكنال بورلي كليند وشيب وأوبتوريت. كل السبيسز اللي من الجتابركة اللي ما اتعملهاش بروبر كومباكشن، كل ده مين أوف ليكج بعد كده هيعمل الفيلير. قلنا من الاسباب البوست تريتمنت ديزيز السيست، وعرفنا الفرق بين الترو سيست والبوكيت او السودو سيست. الترو سيست ده نوت اتاتشد مع الروت سيرفيس، عباره عن كافيتي او ليومن في وزنا كونتينوس ابيثيليال لايننج والايزوليت من التوس، لكن البوكيت سيست او السودو تيست ده بيبقى اتاتشد مع الروت سيرفيس. طبعا التريتمنت بتاع البوكيت او السودو سيست ده درينج من خلال الكنال،
لكن الترو سيست لازم سيرجيكال انترفنشن علشان نشيل كل السيست. طيب احنا قلنا لما يحصل فيلير هيبقى قدامنا طريقين، يا اما نون سيرجيكال يا اما سيرجيكال ريتريتمنت. قلت برضو اللي هيحدد لي انا هعمل نون سيرجيكال ولا سيرجيكال كل حاله من التوس. يعني الاول انا بختار النون سيرجيكال كحاجه ليس انترفنشن وليس تروما، ليس تروماتيك للبيشنت. وبعد كده لو بعد عملت فولو اب وما لقيتش حصل السكسس الجأ للسيرجيكال ريتريتمنت. لكن في حالات الاول بلجأ للسيرجيكال ريتريتمنت ما بعديش عن نون سيرجيكال لما يكون في زي الترو سيست ده. طيب نيجي نشوف بقى النون سيرجيكال هنا فيرسس السيرجيكال ريتريتمنت. هنا البيشنت عمل نون سيرجيكال ريتريتمنت، كانت الاول التوز دي فيها لارج بيري ابيكال ليجن، وبعدين كان في امبروبر روت كانال تريتمنت. الاول طبعا الدكتور اختار ان هو يعمل نون سيرجيكال ريتريتمنت زي ما قلت للاسباب اللي فاتت، وبعد كده بدا يعمل لها فولو اب لقى ان الليجن لسه موجود، ما بقاش يعني ما فيش اي ساين من ان في سكسس او هيلينج، راح عامل السيرجيكال اكسبوجر للابيكال ليجن رقم سي، طلع اللارج ريجن وبالهيستوباثولوجيكال سكشن لقى ان ده عباره عن سيست. فطبعا السيست زي ما قلت محتاج ان انا اتدخل سيرجيكال. بعد 4 يير بوست اوبرتيف لقينا ان في هيلينج، وكمان التوز بقت اسيمتوماتيك وفيها وبقت الفانكشن. طيب علشان اعمل زي ما قلت ريتريتمنت لازم اكون عارفه الانديكيشنز، لازم اكون عارفه اسباب الفيلير، لازم يكون عندي كل الارمامنتاريوم اللي انا مستخدمه اللي هستخدمها علشان تساعدني على الريتريتمنت. شايفين الصوره اللي قدامكم دي؟ حد يقدر يقول لي عارف في ايه من الصوره اللي قدامه دي؟ ممكن حد يتكلم كده يقول حاجه عارفها من الصوره اللي حاجة ان كانت poor prognosis، زي ما احنا عارفين ان كان في حاجات contraindicated ان انا اعمل لها root canal treatment، poor periodontal support، السنة ما فيش bone support ليها كويس، هعمل لها ليه root canal treatment او retreatment وانا عارفة ان prognosis بتاعها very poor. كمان technical difficulty، يعني السنة دي فيها حاجات صعبة جدا، فيها perforation على ledge على fracture instrument متجمعة فيها كل المسهابس. اخر حاجه كيرلس تريتمنت، انا ما اهتمتش وانا بعمل الريتريتمنت مظبوط في الحاله دي. تعالوا بقى نوريكم الحاله دي. الحاله دي بيشنت كان كومبلين من بين على طول، كل ما يروح للدنتست يعمل له روت كانال تريتمنت في سنه من السنان على اساس ان السنه دي هي اللي عامله له السيفير بين، لحد ما وصل الامر ان هو عمل كل سنانه روت كانال تريتمنت، وفي الاخر اكتشفوا ان السبب من البين ده كان حاجه نون دنتال وكان عباره عن ريفيرد بين. ان شاء الله في اخر الترم هناخد دنتال بين وهنعرف ان ازاي الدنتال بين فيه منه نوع اسمه ريفيرد بين. الريفيرد بين ده بيبقى الدمج موجود في مكان والبيشنت حاسه في مكان تاني خالص، يعني ممكن البيشنت يكون عنده مشكله في ودانه، عنده مشكله في الساينس، عنده مشكله في اي حاجه في الهيدن نيك، لكن البين جاي له في الابر 6 يجي يشاور لك يقول لك البين بتاع السنه دي هيموتني، وانت تيجي تبص تعمل كل الدياجنوزس باللي احنا اخذناه في شابتر الدياجنوزس ما تلاقيش ان التوز دي فيها اي حاجه، بس علشان البيشنت كومبلين من السيفير بين هتقول له هعمل لك الابر 6 ده روت كانال زي صاحبنا ده اللي عمل سنانه كلها روت كانال تريتمنت وفي الاخر طلع ان هو نون دنتال بين.
نيجي بقى نشوف ان احنا لازم ناخد السبجكتيف والاوبجكتيف والراديوجراف تيست علشان نوصل للدياجنوزس السليم. هنا صوره بعمل فيها باكال اسبكت للبريمولر عنده بوست تريتمنت ديزيز وفي فيلير بالماجنيفيكيشن والميكروسكوب لقينا ان السبب ان في فيرتيكال روت فراكتشر. كمان الصوره بتاعه الراديوجراف دي فيها بوست تريتمنت ديزيز وراديولوسنسي ظهرت حوالين الروت بسبب ان عملنا ديستال شيفت للاكس راي لقينا للروت لقينا فيها ميزيو باكال كانال نوت تريتد ميزد كانال. بعد ما اتعمل فيها الريتريتمنت وبالفولو اب بعد 14 14 مانس حصل ان في هيلينج والبيشنت بقى اسيمتوماتيك زي ما كنا اخذنا في شابتر الراديوجراف ان الكوم بيم سي تي بتساعدنا من اول الدياجنوزس وفي الانترا اوبرتيف ان تعرفني ان في كام كانال وكم اي مشكله في السنه في ناحيه الاناتوميكال بارت او وانا بعمل تريتمنت او بوست اوبرتيف وانا بعمل الفولو اب. الكوم بيم سي تي فاليبل تول ان انا اعمل اسسمنت للكيس بتاعتي. طيب التريتمنت بلانينج بتاعي يا اما جالي بيشنت بيشتكي او كومبلين يا اما انا مش هعرف اعالجه يا اما هقول له اخلع التوس يا اما هعمل نون سيرجيكال ريتريتمنت. زي التوس الحاله اللي قدامنا دي حصل فيها ان البيشنت راح للدكتور زي ما احنا شايفين في كيرز بس طبعا من خلال الاكس راي عمرنا ما نقول ان الكيرز ده وصل للبالب ولا لان هي 2 دي راديوجراف فما اقدرش اقول ان الكيرز ده وصل للبالب ولا لا. اقول ديب اقول جروس كيرز لكن ما اقولش وصل للبالب. كان هنا في ديب او جروس كيرز ناحيه البالب وبعد كده البيشنت قال للدنتست عايز يعني البيشنت راح للدنتست علشان اللور 6 اللي موجود في الاكس راي وبعدين الدنتست قال له هنخلعها وبعدين نعمل ريبليسمنت راذر ذان الاندودونتيك ثيرابي. قال له احنا هنعمل اي ريبليسمنت سواء بقى فيكسد او ريموفابل علشان ما نعملهاش روت كانال. بعد ما عملها اكستراكشن وبدا الدكتور يعمل له بريباريشن للتو ابارتمنتس عمل اكسبوجر في التو ابارتمنتس والبيشنت راح عامل الاندودونتيك ثيرابي في التو ابارتمنتس بدل ما يعالج اللور 6. الصوره الثانيه ده بيري امبلانتايتس الامبلانت كانت محتاجه ان هي تتشال والثانيه كان فيها بيري امبلانتايتس فالاندودونتيك روت تيب ابيكال للامبلانت كونتريبيوت لبيرزيست ديزيز البيري ابيكال ابيسكتومي علشان امنع اشيل كل من التوس اي بيري ابيكال انفكشن انا مش عارفه اوصل لها بالاورثوجريد. طيب التريتمنت بلان اول ما اخدت الديسيجن ان انا هحافظ على التوس التوس دي ريستورابل التوس دي ممكن ان انا اعمل لها ريستوريشن وتو بي فانكشن اقسمها لنون سيرجيكال وسيرجيكال ريتريتمنت. طيب عندي اندودونتيك تريتد تيس فيها بيري ابيكال بيريدونتايتس واكسبوزد روت كانال فيلنج خلاص يبقى ابدا نون سيرجيكال ريتريتمنت وابدا ان انا ادخل الاكسس بتاعي لغايه لما اوصل للابيكال فورامن واعمل الروت كانال تريتمنت. طيب لو حصل بعد كده فيلير هلجا للسيرجي. طب لو انا ما عرفتش اوصل للباس بتاعي من الاوريفيس للابيكال فورامن هعمل سيرجي على طول. طب لو ما كانش التوس دي فيها لا اكسبوزد روت كانال فيلنج ولا بيري ابيكال بيريدونتايتس ما كانش فيها حاجه خالص ابدا ابص على الكواليتي بتاعه الروت كانال فيلنج الكواليتي بتاعتها عامله ازاي وحشه خلاص اعمل ريتريتمنت كويسه ابدا ان انا اعمل ايه فولو اب الحاله دي هتهيل بعد فتره ولا لا. الادفانتج بتاعت النون سيرجيكال ريتريتمنت ان هي هتقلل لي النيد ان البيشنت يعمل سيرجي هتحسن السيرجيكال بروجنوزس يعني لو انا عندي روت كانال معمول وحش وبدات اعمله نون سيرجيكال الاول وبعد ما عملت فولو اب كان عنده ترو سيست محتاج ان انا اعمل سيرجيكال النون سيرجيكال ريتريتمنت بتحسن البروجنوزس في السيرجيكال كمان البيشنت بيفضلوا النون سيرجيكال
كمان مش كل روت اكسسبل للسيرجري. يعني عندنا مثلا تفتكروا الابر 6 عنده ميزيو باكل وديستو باكل وبالاتال. البالاتال ممكن يكون بعيد شويه لما اجي اعمل فلاب ما اعرفش اوصل له، او ممكن يكون روت سيفيرلي كيرف ناحيه البالاتال ما اقدرش ان انا وانا بالفلاب غير لما اشيل كميه بون كبيره. كمان السيرجيكال ريتريتمنت اللي هناخدها المره الجايه هنعرف ان احنا لازم نقص من الابيكال بارت اوف ذا روت 3 مليمتر. ال 3 مليمتر دول ممكن كومبرومايز الكورونال او الكراون روت ريشيو، وزي ما احنا عارفين في الفيكسد ان لازم يبقى عندي الكراون روت ريشيو مناسب عشان السمنه تبقى كويسه. فلما اقص منها في السيرجيكال 3 مليمتر دي حاجه هتعمل لي كومبرومايزيشن للكراون روت ريشيو. ممكن كمان الميديكال ستيج او الميديكال فيز بتاع البيشنت يكون ميديكال كومبرومايز، يعني الاحسن ان انا اعمل له نون سيرجيكال عن ما اعمل له سيرجيكال ريتريتمنت. لكن في ديسادفانتج للنون سيرجيكال ريتريتمنت اللي هي ان انا الريستوريشن لو البيشنت كان حاطط كراون او حاطط اي ريستوريشن ممكن وانا بعمل له النون سيرجيكال ريتريتمنت ان انا اكسر له الكراون او الريستوريشن. كمان النون سيرجيكال ريتريتمنت بتاخد وقت اطول من السيرجي، الكوست بتاعها اكتر، ممكن انها تخلي البيشنت يعمل كراون ريبليسمنت لاني الكراون كان وحش، او وانا بعمل الروت كانال تريتمنت الكراون اتكسر. كمان نوت اليمينيت افري سيرج. طيب خطوات الريتريتمنت ان انا هعمل دايجنوزس وايزوليشن، وبعدين هبدا اشيل الكورونا ريستوريشن، وبعدين لو لقيت تحت الكورونا ريستوريشن دايما بلاقي البوست هشيله، بعد كده هلاقي الجتابركا لازم اشيلها، بعد كده لازم اوصل للوركينج لانس واعمل له كليننج وشيبنج وابدا ان انا اعمل الري اوبتوريشن. النون سيرجيكال ريتريتمنت بتختلف عن لما اعمل نون سيرجيكال مانجمنت لو الحاله برايمري اندودونتيك ديزيز عن البوست تريتمنت ديزيز. ليه؟ لاني وانا بعمل روت كانال تريتمنت من السهل ان انا اوصل للاكسس للابيكال اريا، لكن في البوست تريتمنت غالبا بيبقى الدكتور ده او الدنتست ما وصلش للابيكال اريا بسبب فراكشر بيرفوريشن ليدج اي مشكله من المسهابس اللي احنا اخدناها، فبالتالي هيبقى النون سيرجيكال ريتريتمنت اصعب من ما يكون عندي برايمري اندودونتيك ديزيز. يعني هنا الكيس دي فيها بوست تريتمنت ديزيز بعد الابيكال سيرجري، وبعد كده الروت فيلينج قالت ان في سكند انتريتد كانال بعد ما عمل له سيرجي برضه في فيلير. ليه؟ طلع ان النتيجه ان في كانال نوت فيلد. بعد ما عمل فيلنج للكنال وعمل فولو اب لقى ان في هيلينج والراديولوسنسي بدات ان هي تختفي خالص. نبدا بقى خلصنا الدايجنوزس والايزوليشن وخلصنا كل الديسيجن ان احنا هنحافظ على التوس. البيشنت ده حاطط كورونال كفرج ريستوريشن، حاطط كراون. طب الريتريتمنت اكسس او الكورونال ديسسمبلي لازم اعمل ستريت لاين اكسس علشان اوصل للابيكال بارت ستريت. لو البيشنت حاطط فول كفرج ريستوريشن اشيله ولا ما اشيلهوش؟ رايكم ايه يا شباب؟ الاحسن يا دكتور ان احنا نشيله، عشان اصلا ممكن واحنا بنعمل الاكسس عن طريق الكراون مثلا او كده ممكن نعمل كراك في الكراون، وبعدين كمان عشان الاكسسابيليتي من الكراون بتبقى مش زي الاكسسابيليتي من ان انا ما يكونش عندي كراون في التوث يعني. طب ولو انا جيت قلت لك انا حاطه الكراون عاملاه كات كام وعاملاه ب 6000 جنيه ومش هغيره، مين بقى اللي هيحصل ما بيننا؟ مش عايزه ادفع تاني فلوس كتير، انا عامله الكراون بتاعي شكله حلو وعاجبني ودفع فيه فلوس كتير ومش عايزه الصراحه ان انا اعمله تاني. مين الفيصل هنا بقى؟ الفيصل هنا الكراون. الكراون ده معمول كويس، المارجن بتاعته كويسه، ما فيهوش اي ليكج، اكسبتبل للبيشنت الاستاتيك او الفانكشن، ما فيهوش اي مشكله، هبدا ان انا تو جو اكسس ثرو ذا كراون. تو بي ريبليست او لا هو ده السؤال.
لو البيشنت ده المشكلة عنده في ليكج تحت الكراون، ان الكراون لونه وحش، ده هبدأ ان انا اغيره له. لكن لو الكراون كان كويس والمارجن متقفلة حلو والبيشنت مش عايز يغيره، هبدأ ان انا توكت الاكسس من خلال الكراون. وطبعا دي حاجة very difficult. تفتكروا ليه؟ تفتكروا ليه لو عملت الاكسس من خلال الكراون دي حاجة صعبة جدا؟ ممكن عشان شكل الاناتومي بتاع السنة نفسه او المادة بتاعت الكراون نفسه. هضمن منين ان الكراون اللي تحت التوس نفسها اللي تحت الكراون نفس الشكل بتاع الكراون؟ ما ممكن تكون ساعات تلتد او روتيتد او شكلها مختلف، والدكتور قاعد يعمل ريدكشن عشان يغير شكلها ويخلي شكلها حلو. كل دي تشالنج كبيرة قوي بتقابلني وانا بعمل دريلينج ثرو الكراون. الريتريتمنت من خلال الكراون التشانس بتاعت انه يحصل مسهابس بيبقى عالي جدا، لان الفيزابيليتي قليلة خالص. كمان علشان اشيل اي كانال اوبستراكشنز او اي حاجة هتعيق الطريق بتاعي، زي البوست، زي فراكتشر انسترومنت، زي اي مشكلة، ده هيسبب ان هيعمل لي مشكلة، ان ممكن الفايل يتكسر، ان ممكن معرفش اشيل كل الحاجات الامبيدمنتس اللي موجودة جوه الكنال. طيب لو انا اخدت قرار ان انا هعمل كراون ريموفل، هشيل الكراون ازاي؟ في كذا طريق. ممكن ان انا اعمل سبليتنج للكراون بالكونترا وابدا ان انا اشيل كل بارت لوحده من غير ما ابدا ان اعمل فورس على المارجن بتاعت الكراون، او عن طريق الفورسيبس او الجراسبينج انسترومنت الكي واي بلايرز، ده ريبليسبل رابر علشان يحط في التوس ويبدا ان هو يشيله علشان نحافظ على ال underlying tooth structure. instrument تاني بتعمل engagement لل restorative margin وبعدين deliver the force. زي مين؟ زي ال Riodent bridge removal، زي ما احنا شايفين كده، او الكراون ريموفال اللي هيعمل engagement على المارجن ويبدا ان هو deliver the force علشان يشيل الكراون. بس الحركة دي بتاعة الديليفر أو الكراون ريموفال اللي انتوا بتشوفوه، ممكن يحصل ان لو التوس عندها الروت بتاعها كونيكال أو في بيريدونتال كومبرومايز، ممكن وانا بطلعه أحط الريموفال بتاعي عند المارجن وأبدأ أشد منه ألاقيني خلعت الأباطمنتس. طب إيه الحل؟ أكيد في حل. الحل ان انا اعمل دريلينج سمول هول من خلال الكراون علشان اعمل الديفايز ثريد سكرو من خلال الهول ده، اللي هو مين اللي بيعمله لي؟ الكي لاين كراون بريسلر، اللي هو الريموفال بتاع اليو اس اي. او ان انا استخدم الووتر سوليبل ريزن. ايه هو الووتر سوليبل ريزن او الريشوي كراون ريموفال بريدج ريموفال؟ بجيب هوت ووتر علشان يعمل لي سوفتنينج للريزن اللي موجود ده، وبعد كده هبدا ان انا احط الريزن على الريستوريشن واخلي البيشنت يعمل بايت في الماتيريال، بعد كده يفتح تاني بقه هلاقي الريزن دي طلعت بمين؟ بالكراون ادهيرنج للماتيريال. شلنا الكراون بأي تكنيك من اللي احنا قلنا عليه، هنبص هنلاقي قدامنا البوست. البوست ده احنا زي ما خدنا ليه different type من البوست، سواء كان custom made او cast made او ready made. انواع الكاست زي ما شايفين، البوست الكاستم كاست او التيبرد او البارلل او الاكتف او الباسيف، سواء ميتال او الباسيف نون ميتال الفايبر بوست. في سؤال بيقول ان انا لو عملت الاكسس من خلال الكراون هقفله تاني بايه؟ باي حاجه، باي ريستوراتيف ماتيريال، جلاس ايونومر موديفايد، ريزن موديفايد جلاس ايونومر، بقفله بامالجام، بقفله باي حاجه كانها اي كافيتي بالنسبه لك. طيب
هنقول بقى البوست هنبدأ نشيله ازاي. لو عندي parallel post هبدأ أشيله بالألتراسونيك أو بالروتو بروبر، لكن لو سكرو بوست بالألتراسونيك وهشيله بالهيموستات، همسك التب بتاعت أو الراس بتاعت البوست وأبدأ إن أنا بالهيموستات أبدأ ألف فيه علشان هو سكروينج يعني ملفوف زي المسمار جوه الكنال، هبدأ بالهيموستات كاونتر كلوكوايز أفكه من الكنال. طب لو عندي كومبوزيت بوست او زيركونيوم بوست، دول difficult to be removed. معنى كده ان انا لو لقيت البيشنت حاطط كومبوزيت بوست او زيركونيوم بوست، دماغي تروح ان انا اعمل سيرجيكال انترفينشن، لكن لو لقيت كاست بوست اند كور ممكن اشيله بالالتراسونيك. ريجاردلس للتكنيك اللي هختاره، في حاجه مهمه قوي رول قال لنا عليها رادل، كليفت رادل. قال ايه رادل؟ قال it is not only what is removed but what is left behind that is important. يعني مش مهم أنا شلت إيه، المهم أنا سبت إيه ورايا. يعني مش مهم إن أنا عملت كل الإفورت وكل التكنيكس إن أنا أشيل البوست وفي الآخر ألاقي نفسي شيء سايبة أجد شل سن and prone للفراكتشر، ألاقي إن الروت بقى very thin وإيبل للفراكتشر بأي فورس من الماستيكيشن. ما فرحش واقول ان انا شاطره خالص ان انا شلت البوست الصعب ده، وبص الاقي ان انا شلت كميه دنتين عملت لي اللايابيليتي ان التوز دي يحصل لها فراكتشر فيري هاي، فكده قللت طبعا البروجنوزس. طب في الصوره دي عندي بروكن بوست اخدتها من الانسايزال فيو قبل الاكسكافيشن، بعد ما خلصت الروت بقى فيري ثين وويكند باي الاكسكافيشن بروسيدجر، كده خلالي الريستورابيليتي بقت كويشنبل، كده انا مش هعرف ان انا اعمل ريستوريشن كويس للتوس والسنه بقت نوت ريستورابل. اول حاجه اول ستيب في البوست ريموفال ان انا هبدا ان انا اكسبوز ات، ان انا اشيل كل الادجيسنت ريستوراتيف ماتيريال، انا عايزه اخليه اكسبوزد علشان ابدا اتعامل معاه من خلال الهاي سبيد هاند بيس بالتيبرد كاربايد او الدايموند بير. وانس ان في مينيمال ريستوراتيف ماتيريال ريمينينج، الالتراسونيك انسترومنت بتقلل الريسك ان هي تشيل اي انسيسري توس ستراكشر او سيلنج للبوست. باستخدام الالتراسونيك تيب اللي قلت عليها ما بين البوست والتوس، هبدا السمنت لاين اللي هو لازق البوست بالتوس ستراكشر، هخلي الالتراسونيك تيب تبدا ان هي تعمل ديسربشن للسمنت ستراكشر، تفك السمنت ده ما بين البوست والدنتين علشان يحصل ان هتقلل البوست ريتنشن وهيسهل ان هو يطلع من الكنال. Many times بعد ما بيحصل الالترا سونيك الانسترومنت بوست بعد كده هيحصل لها لوس وتطلع من الكنال زي ما احنا شايفين. طيب في حاجه مهمه قوي وانا بستخدم الالترا سونيك انسترومنت ان هي تعمل لي ديسربشن للسمنت اللي حوالين البوست علشان ابدا اطلعه واعمل الري تريتمنت اللي هي الهيت. الهيت جنريشن لازم بعد كل 10 ل 15 ثانيه اجيب اير ووتر سيرنج علشان مش بس تنضف لي الاريا بتاعه الدبري اللي طلعت نتيجه السمنت اللي اتشال، لكن عشان تقلل لي التمبريتشر اللي نتجت من الالتراسونيك بريباريشن، لان التمبريتشر كل ما زادت هتعمل بيري راديكولار دامج للتيشو ودريس للسيل وبالتالي برضو هتؤدي للفيلير. فعلشان اتجنب اي فيلير او اي مشكله تحصل للسيل في البيري ايبيكال تيشو، لازم ان انا اعمل كولينج للهيت اللي ناتج من الالتراسونيكس. هنا حصل مفيش كولينج نتيجة الالتراسونيك، حصل تيشو دامج أثناء البوست ريموفل. طيب لو الريتينشن ريدكشن ما عملتش ما شالتش البوست، هلجأ بعد كده لفورسبس اكستراكشن، هستخدم الفورسبس علشان تبدا تمسك لي البوست وتبدا ان هي تطلعه بره الكنال.
عندي بقى تكنيكس اسمه جونال بوست ريموفل. في هنا فراكتشر بوست حصل في اللور انسايزر، عملنا ايزوليشن للتوز بالرابر دام، بعد كده السي دي اللي هي الجونوم كيت، والدي الالتراسونيك اكسبوجر للبوست، لازم اعمل له اكسبوجر. ومن خلال الجونوم كيت كان فيها اسمها دومر بير، ده بتعمل شيب ان تريفن بير كان انجيج، بيدخل زي تيوب هولو تيوب مفرغه علشان تعمل سبيس ما بين البوست والدنتين. بعد كده التريفن بير ميلينج البوست، والاكستراكشن ديفايس بتاع الكيت دي يبدا ان هو يدخل علشان يشد البوست او تو اكستراكت البوست اوت اوف الكنال. الثري بامبر نيدد تو بروتكت التوس، وبعد كده في الفايس اللي هو الاتش ابلايد، وبعد كده ترن السكرو علشان اوبن الجو عشان كرييت الاكستراكشن بتاع البوست والبوست يتشال. طيب في تاني كيت اسمها توماس سكرو بوست ريموفال تكنيك، في بروكن سكرو بوست زي ما احنا شايفين في الصوره، وبعد كده عايزين ان احنا ريموف البوست من خلال التوماس سكرو دي، فيها الدومر بير عشان تعمل الشيب، التريفل بير يبدا ان هو يشيل يعمل ميلنج البوست، لكاونتر كلوك وايز ابلكيشن فورس من خلال الرنش بتاع الكيت. كيت تانية اسمها إجلر بوست ريموفل أو بوست بولر، البوست كونتور بهاي سبيد بير، والإجلر بوست ريموفل هيعمل جراسبينج للبوست ونان سكرو باي وان جو والتوس ويز أزر إليفيت البوست أواي من التوس. الديزاين ده بيسمح الانسترومنت ان هو يستخدم في حالات البوست اند كور تكون كاست از وان يونت، هيعمل لها جراسبينج ويبدا يشد الكور والبوست از وان يونت. في تكنيك تاني مصري اصيل ان احنا نستخدم السباتولا اللي بنعمل عليها الماكس، عارفين ان البوست ساعات بيبقى فيه شكل في التب في الراس بتاعته شكل الكروس شيب، نبدا نحط السباتولا في الكروس شيب ونبدا نعمل كاونتر كلوك وايز لحد ما نفك البوست ونبدا نطلعه، او نعمل اكسبوجر للتب بتاعت البوست الهيد نفسها ونمسكها بالهيموستات ونبدا نعمل له كاونتر كلوك وايز. في حد قبل كده جرب يشيل بوست؟ هاي ده كاتر، في حد شال قبل كده بوست؟ لا يا دكتور. شلت بوست قبل كده؟ لا يا دكتور ما حصلش. شلته بقى بأني تكنيك، التكنيك المصري ولا التكنيك التاني؟ بقول لحضرتك لا يا دكتور. اه ماشي، عايزين نبقى حد فيكم مره في الكلينيك يجيب كيس ونوريكم ازاي نشيل البوست او نعمل ريتريتمنت. طيب دلوقتي لو البوست او الكوزماتيك بوست محتاجين ان احنا نشيلها باستخدام اللارج بير مع البيزو دريل والالتراسونيك علشان تشيلي البوست ده، قلنا الزيركونيا بوست صعب ان هو يتشال مع الكومبوزيت، ممكن اشيله عن طريق الجيردنج ان انا بحاول اشيل دنتين حوالين البوست، طبعا ده بيعتمد على السكنس بتاع الدنتين اللي حوالين البوست، لان زي ما قلنا ان مش شطاره ان انا اشيل البوست على قد ما شطاره ان انا احافظ على السكنس بتاع الدنتين علشان السنه ما تبقاش ويك. في كيت اسمها جيروتاب او ام تي اي بريسيجن برودكتس، الدريل ده فيه هيت جنريتنج تيب ديزاين عشان تو سوفت الماتريكس بتاع الفايبر بتاع الفايبر بوست، علشان كده الفلوتد زون بتاعه الدريل هتخلي الفايبر سهل ان هو يتشال ويطلع لي كل الفايبر بوست من الكنال. اخر ستيب ان انا هعمل اكسبوز، بعد ما شلت البوست هعمل اكسبوز للروت فيلينج ماتيريال عشان اتاكد ان كل البوست سيمنت اللي كان موجود في الكنال اتشال. الستيب دي لازم ان انا اشوفها عن طريق الميكروسكوب والاليمينيشن، وان انا استخدم الالتراسونيك تيب علشان اكسبوز الاندرلاينج كانال فيلينج.
ايه ممكن الكومبليكيشنز اللي تحصل وانا بشيل البوست؟ اول حاجة ان انا ممكن اعمل روت بيرفوريشن او روت فراكتشر او دامج للستراكشر من خلال الهيت، ما استخدمتش الكولنت كفاية، او عملت بوست سيباريشن يعني قطعت جزء من البوست وسبت التاني، او خليت التوس من كتر الدريلينج نون ريستورابل، او ان انا ما قدرتش ان انا اشيل البوست. في الحالة دي لو ما عرفتش اشيل البوست هبدأ على طول للبلان بي اللي هو السيرجيكال انترفيج اللي هناخده المرة الجاية ان شاء الله. بعد ما شلنا البوست هنلاقي الجتابركة. زي ما عارفين الجتابركة ليها مميزات كتيرة، ومن أهم مميزاتها إن أنا أعرف أعمل لها ريموفل، يعني بسهولة شلها عن طريق إيه؟ عن طريق الهيت أو السولفنت أو الميكانيكال. يا إما هستخدم هيت وطلعها بالهيت، يا إما سولفنت هحط أويل يدوبها، يا إما بالميكانيكال الفايل بتاع الريتريتمنت يبدأ يشلها. أول حاجة الهيت، إن أنا هشيل الكورونا البورشن بتاع الجتابركة من خلال الهيت عن طريق الإندودونتك هيت كارير اللي بسخنه لغاية لما يبقى لونه شاري ريد في التورش، وبعد كده أبدأ إن أنا أعمل كولينج للكارير أول ما أشيله من الفليم، وبعد كده ممكن أستخدم التاتشن هيت إن أنا أشيل بيه الجتابركة. تاني حاجة الميكانيكال إنسترومنتيشن، ممكن استخدم الجيتس جليدن دريل علشان يشل لي كل الكورونا البورشن من الجتابركة ويعمل لي اللارجمنت للسيرفايكال بورشن اوف ذا كانال، يعني بالمرة هيعمل لي الشيبينج بتاع الكانال في الكورونا البارت. الجيتس جليدن دريل بستخدمه ان هو يعمل فليرنج للكورونا البارت في الانتي كيرفيتشر دايركشن عشان يسهل لي يعمل لي ستريت لاين اكسس. كمان من مميزات الكراون داون تكنيك انه هيعمل لي ريزرفوار للإيريجيشن والسولفنت اللي هستخدمها علشان تدوب لي الجتابركة الموجودة. بعد ما حطيت السولفنت هبدأ ان انا وشلت الكورونا البورشن من الجتابركة بالجيتس، هبدأ ان انا اجيب فايل 10 و 15 وابدأ ان انا ادخل الفايل لحد الوركينج لينث بتاعي مع استخدام الجتابركة سولفنت لحد ما اوصل للوركينج لينث. ممكن استخدم حاجة اسمها السي فايل من دين سبلاي. السي فايل ده بيستخدمه علشان معمول من الكربون ستيل ألوي. ليه مسمينه سي او سي فايل؟ علشان زي ما قلت الكربون ستيل الوي بيتميز ان هو فيري ستيف، ما عندهوش التيبر بتاعه فيري، بيختلف along the shaft، بيديله rigidity وسترينث عشان يقطع كويس كل الجتابركة اللي موجودة فيري effective. كمان ممكن بعد ما بحط السي فايل ممكن استخدم الاتش فايل للاوفر اكستندد جتابركة، زي الصورة اللي فوق في البيري ابيكال اكس راي عندي اوفر اكستندد جتابركة بيوند الابيكس. ممكن ادخل الاتش فايل جنتل كلوك وايز روتيشن لحد الدبس بتاع الكونستراكشن، وبعد كده اعمل ابيكال انجيجمنت عشان يمسك في الاوفر اكستندد جتابركة وطلع الاوفر اكستندد جتابركة، وبعد كده اعمل الروت كانال ريتريتمنت تاني. في كمان روتري سيستم بتساعدنا ان احنا نعمل الريتريتمنت. الروتري سيستم بتشيل الجتابركة في الكنال افكتفلي، وكمان منها انواع كتير زي البرو تيبر ريتريتمنت فايل. كمان الدي ريس بيساعد ان هو يشيل الريتريتمنت في الريتريتمنت كيت. البرو تيبر يونيفرسال ريتريتمنت ده 3 تريتمنت فايلز اتش ثيرد، كل واحد في ثيرد من الكنال، يعني واحد هيشيل كورونا، واحد هيشيل الميدل، واحد هيشيل لحد الابيكال. كمان في الار اندو فايل ديزاين عشان الاندودونتيك ريتريتمنت، عباره عن فايلز بمختلف السايز عشان يوصل لحد الفول وركينج لينث ويشيل كل الجتابركه بديفرنت تيبر. بستخدم كمان الجتابركة سولفنت علشان تعمل ديسولف لكل الريمينانت من الجتابركة. زي ايه السولفنت؟ زي الكلوروفورم وزي الإيكاليبتول والهالوسان والزاينيل والأورنج أويل.
بستخدم مع السي فايل ريجيتنج سوليوشن علشان يبدا ان هو يعمل لي شيبنج للكنال ويبدا يعمل لي سموثنج لكل الريجولاريتيز اللي موجوده في الوول. السولفنت ريموفد من خلال البيبر بوينت بعد ما اتاكد ان انا شلت كل الجتابركة وكمان عملت كليننج وشيبنج كويس. دلوقتي احنا لو كنا قابلنا الكونفنشنال جتابركة اللي انتوا بتعملوا بيها الاوبتوريشن، طب في حد منكم يقدر يقول لي ايه عيوب الجتابركة؟ ايه الديسادفانتج بتاعه الجتابركة؟ حد فاكر الديسادفانتج بتاعه الجتابركة؟ ممكن يحصل ليكج. يحصل ايه؟ ليكج للجتابركة. ليه؟ علشان هي lack of rigidity، يعني هي مش rigid enough ان هي تدخل جوه الكنال. لا دي ممكن تتنى منها، صح؟ دي من عيوب الجتابركة. عشان كده في التكنيكس عملوا حاجة اسمها solid cone obturator، قال طالما هي مش rigid احنا هنحمل الجتابركة على metal carrier علشان تبقى rigid وتساعد في الاوبتوريشن. طب لو انا لقيت ان الدكتور اللي قبلي او انا كنت عامله اوبتوريشن من خلال السوليد كور اوبتوريتور او الميتال كارير او حاجه زي السيرمافيل، الريتريتمنت ده هيبقى مور كومبلكس وديفيكلت لان السوليد كارير حواليه ماس من الجتابرك. ابدا اشيله ازاي بقى؟ لما اجي اشيل الميتال كارير ده بستخدم هيت ابليكيشن عشان يعمل للسوفت جتابركة اللي حواليه، وبعد كده بسهل الريموفال بتاعه من خلال البيت سيلفر فورسبس او الموديفاي ستيجلتس فورسبس اللي احنا شايفينه ده، هيمسك الكارير ويبدا ان هو يطلعه بره الكنال. ما بيبقاش فيه enough من الكارير remaining في الأكسس عشان to grasp مع الفورسبس. بستخدم solvent وبستخدم instrument وبستخدم ultrasonic علشان تبدأ تلوس أو لاكسيت الميتال كارير علشان أبدأ أطلعه برا الكنال. الصورة دي معمول root canal treatment من خلال الميتال كارير، شفتها في البري اوبرتيف راديوجراف، فبعد كده هعمل اكسبوجر للميتال كارير عن طريق الاكسكافيشن للجتابركة. هستخدم التاتش هيت علشان يبدا يصفت الجتابركة عشان يساعدني ان انا امسك الاستجلتس فورسبس وابدا ان انا امسك الكارير واطلعه بره الكنال. بعد كده ابدا اعمل الروت كانال تريتمنت العادي، وبعد كده حصل ان حصل هيلينج للحاله بعد الفولو اب. طيب لو ده بالنسبه للميتال كارير، لكن بالنسبه للبلاستيك كارير، البلاستيك كارير نفس الكلام بالريموفال الجتابركة ما عدا ان انا ما بستخدمش الهيت. ليه؟ علشان ما يعملش دامج للكارير وما اعرفش اطلعه. الاكسس بملاه بالسولفنت زي ما قلت زي الكلوروفور او الايكاليبتول او الاورنج اويل، وبعد كده ابدا ان انا اشيل حوالين الكارير بهاند فايل اكبر من 15 لحد ما اوصل لمكان او لسبيس ان انا ادخل الاتش فايل جوه الكنال جنب البلاستيك كارير او الالتراسونيك وابدا ان انا اطلع الكارير من الكنال. دي صورة تانية فيها بلاستيك كارير او بري اوبرتيف راديوجراف. في النيتشر ده بتاعت الفيلنج ما بقاش عارفاه، البلاستيك كارير ظاهر في الاكسس اللي هما الاثنين بلاك سبوت اللي موجودين جوه الجتابركة. هبدا ان انا اشيل الجتابركة وبعد كده اعمل كارير اكسبوز للكارير واحط الكلورو فورم سولفنت جوه التشامبر، وهبدا ان انا ادخل فايل صغير جنب الكارير عشان اشيل كل الجتابركة، والاتش فايل ادخله سكرو في الكنال لحد ما اعمل وذرو اوبن ريموفال، وبعد كده امسك الهيموستات وابدا ان انا اطلع البلاستيك كارير. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الجتابركة والكارير والسيرمافيل والبلاستيك كارير. لو لقيت ان التوس اوبتوريتد بسيلفر بوينت بدل الجتابركة،
طبعا سيلفر بوينت دي كانت بتستخدم زمان، لكن لما لقوها بيحصل لها كوروجن خلاص ما بقوش يستخدموها. كمان السيلفر بوينت عندها مينيمال تيب وسموث سايد وبيحصل لها كوروجن، يعني لازم اخلي بالي ان ما سيبش اي ريمننت من السيلفر بوينت وانا بعمل الريتريتمنت. اول ما بعمل البروبر اكسس لازم اعمل الاكسس بحط فيه السولفنت عشان يدوب لي كل السمنت اللي موجود جنب السيلفر بوينت. وبعد كده الايزيست تكنيك ان انا اعمل جراسبينج للسيلفر بوينت من خلال الهيموستات او الاستاجلات سبلايرز. ان انا اشيل هايلي ريتنتيف سيلفر بوينت من خلال الميدل درايفر تو سكويز التيب بتاع الاستجلتس فورسبس، ده هيديني جريب فورس عشان يساعد في الريموفل. او ان انا استخدم الالتراسونيك جنب السيلفر بوينت علشان تعمل لي هولدر للسيلفر بوينت. ده دياجرام بيوريني تكنيك اسمه بريدنج للاتش فايل حوالين السيلفر بوينت. انا عندي السيلفر بوينت جوه الكنال، هدخل تو اتش فايل واعملهم بريدنج الفهم حوالين السيلفر بوينت، ده هيساعد ان هو يشيل لي كل الابستراكشن. وبعد كده ابدا ان انا بول كورونالي مع البريدنج فايل هتطلع من السيلفر بوينت. نيجي بقى لو لقينا جوه الكنال separated instrument فايل مكسور، تفتكروا هنعمل ايه في separated instrument؟ هنشيله ولا نعمله bypass؟ رأيكم ايه يا شباب؟ لما نلاقي فايل مكسور نعم؟ لما نلاقي فايل مكسور هو على حسب هو مكسور فين ده الأول، وعلى حسب احنا عندنا اصلا ماجنيفيكيشن لا، بس ممكن لو ما فيش ماجنيفيكيشن ما نستسهلش، يعني ممكن اصلا نبعته لدكتور تاني الاول، يعني الدكتور عنده ماجنيفيكيشن عشان نحاول نحافظ ان احنا يعني نخلي التوس ما يكونش فيها الفايل. او لو ما كده بقى ممكن بعد كده نضطر ان احنا نعمله باي باس لو كل الطرق دي مش موجوده. يعني طيب خلينا نتفق على كرايتيريا أنا وإنتوا نتفق فيها إحنا هنعمل له باي باس ولا ريترايفل. أول حاجة لازم عشان الفايل أعمل له ريترايفل لازم أكون شايفاه كويس تحت الميكروسكوب. جاء واحد اسمه تيروشي، لو حد حابب على اليوتيوب يتفرج على الفيديوز بتاعته اللي هو بيشيل فيها البروكن فايل، اسمه يوشي تيروشي ياباني هو. قال إن أنا لو عندي فايل أكتر من الفور مليمتر مكسور ده أنا لازم أشيله، أقل أعمل له باي باس. حاجة كمان إن الفايل لازم أكون شايفه علشان هعمل له ستريت لاين، يعني أفهم من كده إن الفايل لو اتكسر تحت الكيرف أنا مش هشوفه، يعني بعد الكيرف بتاع الروت مش هشوفه تحت الميكروسكوب، يبقى هعمل له باي باس. فهمتوا النقطة دي؟ في حد مش فاهم النقطة دي المهمة دي؟ يا دكتور لو هو قال إن 4 مللي بس نعمله باي باس، غير كده لو شايفه أطلعه عادي صح؟ لو انا شايفه هطلعه، ولو اكتر من 4 مللي لو هو اقل وتحت الكيرف نعمله باي باس. بالظبط كده. اثناء الريتريتمنت لازم اكون مخلصه الدياجنوزس ان السيبريتد انسترومنت ده هاخد فيه قرار هشيله ولا ان انا هعمل له باي باس. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. من اهم اسباب الانسترومنت سيبريشن حاجتين، يا اما التورشنال فيلير يا اما الفليكشنال فيلير. يعني ايه التورشنال فيلير؟ ان الفايل اتكسر نتيجه ان التيب بتاعته اتزنقت في الايبكس وهو عمال يلف او في اي مكان ضيق، معنى كده ان انا ما عملتش جلايد باس كويس. يا اما فليكشنال فيلير ان انا استخدمت الفايل ده كتير وما اخدتش بالي سواء في الهاند فايل ان في جزء فيه ان وايندنج للفلوتس، او في الروتري استخدمته اكتر من المرات اللي قالت عليه الشركه. حاجة كمان، أنا ممكن أكون كسرت الفايل من خلال إن أنا عملت epical pressure أثناء الانسترومنتيشن، وكمان ما استخدمتش كليتنج ايجن زي الـ ADTA، أو عملت الشيبينج في دراي كانال من غير irrigation تسهل عملية الكلينينج والشيبينج.
كمان حاجة مهمة ممكن تكسر لي الفايل ان انا ما عملش adequate access cavity preparation او straight line cavity او straight line access cavity. كل ده هيخلي فيه interference زي ما احنا شايفين في الفايل, وان هو ممكن يتكسر بسهولة طالما ما فيش straight line access. يبقى اهم طريقة او اهم treatment للseparate instrument هو prevention. اهم علاج او اهم طريقه ان انا اتصرف في السيبريتد انسترومنت ان انا ما اكسرش الفايل, اعرف كل الكوزس اللي هتكسر الفايل واتجنبها علشان ما اعملش سيبريتد انسترومنت. طيب التريتمنت بقى ان انا لازم اخد الراديوجراف اشوفها, وبعد كده ابدا افكر انا الفايل ده هتعامل معاه ان هو هعمل له ريترايفل ولا باي باس. أهم حاجة وأهم طول لازم أستخدمها هي الماجنيفيكيشن أوبريتنج مايكروسكوب علشان تزود الفيزابيليتي والماجنيفيكيشن واللايت, وكمان السيفتي لكل التكنيك اللي احنا هنقول عليها في البروكن فايل ريموفل. لأني لو ما استخدمناش الميكروسكوب ممكن ان احنا نشيل التكنس من الدنتين كبير يهدد الريستورابيليتي بتاعة التوس. كمان الهيد لامب والماجنيفاينج لوب بيساعد في الريموفال لاي كانال امبيدمنتس. كانال امبيدمنتس يعني سواء فراكتشر فايل سواء جتابركة, اي حاجه هتعوق ان انا اوصل للوركينج لينس بتاعي. تعالوا بقى نشوف الفايل لو كان كلينيكالي فيزيبل زي في الصوره في الاكس راي انا شايفاه من خلال الكورونال اكسس. الفايل ده انا هجيب الهيموستات اللي على الشمال او الاستجلت سبلاير, وهبدا ان انا امسك التيب بتاعته او الهيد واعمل له كاونتر كلوك وايز لحد ما فك الجراسبنج بتاعه جوه الدنتين, وابدا ان انا اطلع الفايل من الكنال. طيب لو الفايل ما كنتش شايفاه والفايل سيباريتد عند بوينت ديبر في الكنال, الفيزابيليتي كان فيري ديفيكلت, لازم اعمل كورونال ستريت لاين اكسس وراديكولار اكسس ستريت. بمعنى ان انا هبدا ان انا اعمل الكورونال اكسس ستريت لاين, وكمان هبدا ان انا اعمل كراون داون باستخدام الموديفايد جيتس جليدن دريل. شايفين الموديفايد اللي هو شكل الصوره سي, انا قطعت الجيتس جليدن وخليته ستريت علشان يبدا يعمل لي حاجه اسمها ستيجنج بلاتفورم, رصيف فوق البروكن فايل كبير عشان ابدا ان انا ادخل بيه اي فايل او اي انسترومنت وابدا اشيل الفايل او اعمل له باي باس. بستخدم الالتراسونيك دي فيري افكتيف عشان تشيل اي كانال اوبستراكشن عشان تعمل لي الستيجنج بلاتفورم ما بين الاكسبوزد اند بتاع الفايل والكانال وول, وبعد كده ببدا اعمل الفايبريشن بالالتراسونيكس علشان يبدا لوس البروكن فايل. زي ما احنا شايفين ان الانرجي ابلاي بتعمل لوسنينج للفايل وجامب اوت اوف ذا كانال. لازم اخلي بالي لما الفايل يبدا يطلع احط كوتون او بيبر بوينت علشان كوتون او بيبر بوينت عشان امنع ريموفد الفايل فريجمنت جوه اي كانال تانية. الموضوع اللي حصل معايا ما حطيتش بيبر بوينت جوه الكنالز التانية, وانا بطلع البروكن فايل بالالتراسونيكس راح الفريجمنت راحت نطه داخله في كنال تانية. فعلشان نتجنب ده لازم نحط بيبر بوينت في كل كنال علشان الفايل وهو طالع بالالتراسونيك ما ينطش ويدخل جوه كنال تانية. طيب الدايركت ابليكيشن بتاعت الالتراسونيك ما حصلش ان هي عملت لوس للسيباريتد انسترومنت, معنى كده ان الفريجمنت دي لازم تتمسك وتتشد علشان تطلع بره الكنال. نيجي بقى نشوف للكاتس الكتيره اللي هتساعدنا ان احنا او طرق ان احنا نشيل بيها الفايل. في طرق كتير, اول واحده اسمها بريسلر اندو اكستراكتور كيت وبي المسرن كيت او سيستم رقم سي الرويدنت اكستراكتور سيستم, دي حاجات عشان تعمل اكستراكشن للفراجمنت انسترومنت, ورقم دي السيباريتد انسترومنت ريترايفل سيستم اللي بتعتمد على الادهيزف علشان تلزق في البروكن انسترومنت وتطلعه بره الكنال, واخر واحده الانسترومنت ريترايفل سيستم. دكتور ممكن بس اخر سلايدتين, ممكن اخر سلايدتين عشان السؤال كان بيقطع. اعمل ايه؟ اخر سلايدتين اللي هي الاسامي بتاعت الانسترومنت, اخر سلايدتين بتاعت اسامي الانسترومنت عشان السؤال كان بيقطع.
تمام. من السلايد دي ولا اللي قبلها دي؟ من اول ان انا قلت لو الالتراسونيك ما عملتش لوس للسيباريتد انسترومنت معنى كده ان البروكن فايل لازم امسكه واطلعه. تمام. بعد كده قلنا ان في كيت كتيره من البريترايفال كيت بتساعدني ان انا اشيل البروكن فايل. طيب في حاجه زي اللي احنا شايفينها المايكرو تيوب تكنيك دي، بستخدم شورت بيس من الستانلس ستيل تيوب وبعد كده بحطها فوق الاكسبوزد اند بتاعه الفايل المكسور، بعد كده بدخل زي ما احنا شايفين سمول اتش فايل بتوين التيوب والاند بتاع الاوبجكت، ومن خلال الكلوك وايز تيرن موشن ببدا ان انا اعمل ميكانيكال لوك ما بين السيبريت انسترومنت والتيوب والفايل، وابدا ان انا اطلع بيه البروكن انسترومنت. تكنيك تاني بعمل بالجيتس الجيج بتاع الدنتال سيرنج بتاعت الاريجيشن ال 25، بعمل بحط ستيل لجيتشر واير او بوينت 14 والنيدل بتاعته كات علشان اشيل كل البيفل اند، بوس الاند بتاعت الواير باس من خلال النيدل فروم الانجكشن اند لحد ما توصل جوه الهاب اند، بعمل واير لوب اكستند من الانجكشن اند اوف ذا نيدل علشان ادخله جوه الكنال، وعشان لما اللوب يوصل يمسك جوه البروكن فايل وابدا ان انا اطلع بيه البروكن انسترومنت. اول ما اللوب يبدا ان هو يعدي من الاوبجكت تيوب ريترايف بستخدم السمول هيموستات علشان يعمل بول للبروكن انسترومنت وبعد كده يطلعه بره الكنال. في كمان اندو اكستراكتور بيعتمد على السيانو اكريليت اديزف بالبلدي كده بيلزق، يعني بيدخل هولو تيوب فيها لزق لحد ما يوصل للاكسبوزد اند اوف ذا فايل، هيلزق في الفايل ده ويبدا ان هو يشد الاكستراكتور اللي موجود. الكيت دي فيها تريفن بير واكستراكتور، علشان الموست امبورتنت فاكتور بستخدم الكيت ده هو السناجنس اوف فيت ما بين التيوب والاوبستراكشن، الاماونت بتاعه الاوفرلاب ما بين المليمترز، كمان التايم من 1 لـ 2 التيوب والكونستراكشن نيدد للادهيزف علشان سيت عشان تعمل بوند علشان يعمل لي سناج فيت، والسترينس بتاع الريموفال عشان يشد البروكن انسترومنت بره الكنال. دي البريسلر اندو اكستراكتور تيوب، زي ما احنا شايفين تيوب بتدخل وتبدا ان هي تشد ال بروكن انسترومنت بره الكنال. في كمان تو تكنيك ديزاين عشان اشيل الانسترومنت باستخدام الميكروسكوب زي الكانسيلير انسترومنت تيوب وجلو، التيوب فيها لزق وكمان في ماونس اكستراكتور، الكانسيلر كيت فيها 4 تيوب سايز باختلاف بقى المقاسات اللي مناسبه للبروكن فايل اللي اتكسر، الكانسيلير انسترومنت بستخدمه مع الجلو علشان يلزق جوه البروكن فايل ويبدا المايكرو اكستراكتور يبدا ان هو يمسك البروكن فايل ويبدا يطلع بيها بره الكنال. كمان في انسترومنت ريترايفل سيستم، الاكستراكشن ديفايس فيها تيوب فيها بيفل من 1 اند وسايد كات اوت اند، اتش تيوب عندها انترنال ستايلس او سكرو ويدج، وانس الفايل اكسبوزد بحط المايكرو تيوب وسلايد اوفر الاوبستراكشن، بعمل السكرو ويدج كاونتر كلوك وايز عشان انجيج الهيد بتاعه الاوبستراكشن ويبدا تاني يطلع بره الكنال. عندي بعمل ستريت لاين اكسس، بعد كده اهم حاجه ان انا اعمل اكسبوجر للهيد بتاعه البروكن فايل، وبعد كده بحط الانسترومنت ريترايفل سيستم وابدا ان انا اعمل له تلت باك اليومن وبعمل انجيجمنت وابدا ان انا احركه كاونتر كلوك وايز علشان يتشال من الاوبستراكشن. في هنا صوره بري اوبرتيف راديوجراف ماكسيلاري كاناين جوه حاطط فيه تمبري والانسترومنت بروكن في الابيكال 1/3، جاء في الفيلم الثاني النيدل الجيج بتاعها 21 بالانسترومنت ريترايفل سيستم وصلت عملت انجيجمنت للبروكن فايل وبدات ان هي تطلعه وعمل بعد كده الاوبتوريشن والريتريتمنت.
زي ما قلت لكم في الاول ان في راجل اسمه يوشي تروشي ياباني ده عمل كيت سماها باسمه الكيت دي علشان تطلع كل البروكن فايل، فيها تريفن بير، فيها موديفاي جيتس جليدن، فيها الفاسونيك تيب، فيها الفورسبس اللي هيعمل هيمسك البروكن فايل ويبدا يطلعه بره الكنال، في مايكرو ديبرايدرز، وفي التيوبس اللي هتدخل تعمل مع التريفن بير انجيجمنت للفايل وتبدا تطلعه بره الكنال. طيب الفايل قلنا الفايل كل الفايلز اللي تحت الكيرفيتشر احنا هنعمل لها باي باس لان احنا مش هنشوفها تحت الميكروسكوب. طيب اختار مين الاول، الريترايفل ولا الباي باس؟ وده احنا جاوبنا عليه وقلنا الكرايتيريا اللي هنختار بيها. طيب خلصنا كده الفايل سيباريشن. نيجي بقى لو كانت الكنال فيها اي بيست زي ام تي اي، اي بيست محطوطه جوه الكنال هشيلها بايه؟ هشيلها بالهيت زي الجتابركا، هشيلها بالسولفنت، بالروتري انسترومنت، بالالتراسونكس، بالمايكرو ديبرايدرز. كل ده هيساعدني ان انا اشيل كل البيست اللي موجوده في الروت كانال. طيب اي كانال امبيدمنتس ممكن الاقيها وانا في الرحله بتاعتي من الاكسس لحد من الاورفيس لحد الابيكال فورمن؟ لازم اشيل كل الروت كانال فيلنج ماتيريال واوصل للابيكال كونستراكشن، اشيل كل البلوك او الليدج اللي موجود في الابيكال بورشن اوف ذا كانال. الكانال سبيس اللي كانت ابيكال للليدج دي ما حصلهاش كليننج وشيبنج، وهي دي اللي عملت لي البوست تريتمنت ديزيز والفيلير اللي هعمل بسببها النون سيرجيكال ريتريتمنت. الامبيدمنت لازم اعمل لها جنتلي بروبد بفايل 8 او 10 لما يكون في بلوكد كانال. قلنا هنفرق ازاي البلوكد من الليدج. البلوكد كانال لو دخلت الفايل الاقي الملمس في الاخر التكتايل سنسيشن كاني بخبط جوه حاجه مد سوفت، لكن الليدج انا بخبط هارد ديزيز. عايزة أوصل إن أنا أشيل كل البلوكج بالإريجيشن والفايل 10 و 8 بوتش وايندنج لحد ما أوصل للفايل اللي هو يوصل للوركينج لانس بتاعي. طب أنا لو كان عندي ليدج وبخبط في هارد ستراكشر، أنا هعمل بيندنج عند التب بتاع الفايل وأبدأ إن أنا أدخل الفايل وأكون عارفة كويس الدايركشن بتاعة الكيرفيتشر، عشان وأنا بدخل الفايل مش هشوف الكيرف، لازم أكون معلماه مثلا بالرابر ستوبر. الرابر ستوبر بتاعتي تكون بوينتد مش مدورة، وأقول إن البوينتد بتاعتها أو الاتجاه ده هو اتجاه الكيرفيتشر، فعارفه لما ببص على الرابر الستوبر ايوه الكيرف ماشي في طريقه الصح. طب لو كان عندي بقى بيرفوريشنز جوه التوس، البيرفوريشن دي بتمثل لي باثولوجيكال او ياتروجينيك كوميونيكيشن ما بين الروت والاتاتشمنت اباريتس، سبب الليكج وسبب الفيلير، كمان كل اذر فاكتور بعتبرها ايكوال. الانترنال نون سيرجيكال بيرفوريشن ريبير هي دي البريفيرد ميثود، less invasive علشان ما بحتاجش ان انا اعمل سيرجي، كمان less destruction للبيريراديكولر، كمان need wound access surgical، وكمان بتقلل لي الميكروب وبعرف ان انا اعمل لها isolation وdisinfection. الفاكتور اللي بتأثر على البروجنوزس بتاع البرفوريشن اللوكيشن، زي ما قلنا اول المحاضرة ان الستريب برفوريشن دي من الحاجات الهوبلس اللي ممكن نخلعها لاني ما بنقدرش ان احنا نعمل سيلينج ليها كويس. التايم بقى بيشنت جاي لي برفوريشن او انا عملت برفوريشن، احسن ان انا اقفلها في وقتها بدل ما استنى عليها وقت كبير. الابيليتي ان انا اقفل الديفكت، انا معايا ماتيريال اقفلها كويس وقادره ان انا اوصل لها كويس ولا لا. البريفيوس كونتامينيشن بالمايكرو اورجانيزم، البرفوريشن والتوس دي كانت مليانه بكتيريا ولا مش مليانه. ذا مور ايبيكال برفوريشن هي دي المور فيفربل بروجنوزس، والعكس طبعا هو اللي صح. يعني كل ما كانت البرفوريشن ايبيكال كل ما كان البروجنوزس هيكون احسن.
هقفل البرفوريشن بإيه؟ هقفل البرفوريشن زمان كنا بيقفلوه بالأمالجم والسوبر إي بي إيه والكومبوزيت، لكن دلوقتي بيقفلوه بالكالسيوم سيليكيت ماتيريال اللي هي الام تي إيه والبايودنتين والإندوسيكونس أو البايو أكتيف ماتيريال، هي دي اللي بتقفل البرفوريشن أو بسميها البرفوريشن ريبير ماتيريال زي البايودنتين والام تي إيه والإندوسيكونس والبايو أجريجيت. دي صورة لبيشنت جاي كان في سيفير بين بعد الاندونتيك انسترومنتيشن، لقوا ان في بيرفوريشن موجود، البيرفوريشن دي بدأوا يقفلوها بام تي اي، وبعد كده وصلوا ان هم عملوا كومبليت كليننج وشيبنج، وبعد الفولو اب حصل الهيلينج. دي صورة تانية فيها لارج فوركيشن بيرفوريشن نتيجة الاندونتيك اكسس، استخدمنا الكولاكوت والام تي اي علشان نعمل عملوا ريبير للبرفوريشن، وبعد 19 مانس فولو اب البيشنت كان اسيمتوماتيك وحصل هيلينج في الفوركيشن اريا. طب لو لقيت عندي مشكله ان في مسد كانال، طبعا حاجه مهمه ان انا اكون عارفه الاناتومي واستخدمت الراديوجراف والماجنيفيكيشن والالتراسونكس والمايكرو اوبنر علشان يساعدني ان انا الاقي المسد كانال، كمان من خلال الداي والترانس اليمينيشن والبابل تيست. البابل تيست اللي هو لما يكون عندي صوديوم هايبوكلورايد وانا مش عارفه المسد كانال فين، ابدا احط الصوديوم هايبوكلورايد في مكان الاورفيس المسد كانال، هيبدا يديني البابل تيست او الشامبين تيست. لحد هنا كله تمام؟ في حد عنده اي سؤال؟ خلاص كده وصلنا للسامري. السامري بتاع النونسيرجيكال ريتريتمنت ان الترو اندودونتيك فيلير لازم تكون اتريبيوتد للبريزنس اوف البكتيريا جوه الكنال او البيري راديكولار تيشو. البيري راديكولار تيشو دي مصدر للبكتيريا او اي مشكله هيكون حصل فيها الليكج، لازم اعمل بروبر دايجنوستيك تيست راديوجرافيك اسيسمنت وكلينيكال جادجمنت. هنا في صورة ان في untreated mesiobuccal canal في المجزيلري first molar ما حصل لهاش treatment، وهي دي السبب بتاعة الفيلير. non-surgical retreatment هي دي preferred treatment لان كل البيشنت بيفضلوا non-surgical، كمان ما بتعرضش للبيشنت للsurgical trauma. من خلال الأورسو جريد أبروتش أنا هعمل الريتريتمنت، التوس اللي فيها بور أوبتوريشن مسد كانال كورونال ليكج لازم إن أنا أعالجها الأول نون سيرجيكال. أي كومبلكس ريستوريشن أو بوستو كور أو كانال أوبتوريتور موجود بيمثل لي التشالنج اللي أنا لازم أقدر إن أنا أعديه من خلال البروبر ماجنيفيكيشن واللايت والتكنيكس الكتير اللي إحنا خدناها. السيرجري في حالات ريستوراتيف او انترا كانال امبيدمنت هتخلي الريتريتمنت بور تشويس، لازم الجا للسيرجيكال تريتمنت سيبريتد انسترومنت او بوست مش عارفه اشيله او ليدج او ترانسبورتيشن بتخليني ان انا مش اقدر اوصل بالاورسو جريد، هضطر ان انا اعمل الريتريتمنت بالمايكرو سيرجي. الكومبايند سيرجي ان انا بعد ما بعمل النون سيرجيكال ريتريتمنت وعملت الفولو اب بس ما لقيتش السكسس الكويس والحاله زي ما هي، اضطر ان انا في ديزيز لسه موجود لازم ان انا اعمل له سيرجيكال انترفنشن من خلال ان انا هعمل سيرجيكال فلاب واوصل للبكتيريا من خلال اكسس للبيري راديكولار تيشو.
هنا الاندونتيك تريتد تيز بعمل لها ايفالويشن للتريتمنت ريزلت. لو في فيلير هتجه ان انا هعمل كورونال اكسس، لو مش هقدر هوصل للسيرجي، لو وصلت هعمل نون سيرجيكال دي تريتمنت. لكن البوتنشال فيلير هعمل ايفالويشن للاوبتريشن كواليتي، لو الكواليتي بتاعه الاوبتريشن كويسه هعمل فولو اب، لو مش كويسه هضطر ان انا اعيد تاني الاوبتريشن وابدا ان انا اعمل الفولو اب. كده احنا خلصنا الـ non-surgical retreatment. في حد عنده اي سؤال؟ شكرا دكتور تعبناك. في حد عنده اي سؤال او في نقطة مش فاهمينها في الـ retreatment؟ لا شكرا يا دكتور. تمام، احنا ان شاء الله يوم الاثنين او الثلاث الجاي هبعت لكم محاضرة الكراك تو سيندروم، هنخلصها تقريبا في ساعة لربع أو نص ساعة إن شاء الله، ونبدأ في المايكروسيرجي أو السيرجيكال ريتريتمنت. لكن الميدترم هيكون على السكسس اند فيلير والنون سيرجيكال ريتريتمنت والكراك تو سيندروم. السيرجي مش هيدخل في الميدترم إن شاء الله. وانا كل يوم اثنين او ثلاث هبدا ابعت لكم المحاضره بتاعه الاسبوع علشان ان شاء الله ممكن تسمعوها قبل يوم الخميس. دكتور اتفضلي. ايه هو منهج الترم الثاني يعني هو تقيل كده في كل المحاضرات؟ هو ايه يعني المحاضرات بتبقى طويله كده؟ بصي تقريبا يعني سكسس اند فيلير كانت صغيره مش كبير، النهارده لا النون سيرجيكال تقيله، الكراكتو سيندروم صغير، المايكرو سيرجي كبير، بعد كده في فايتال بالب سيرجي، والفايتال بالب ثيرابي برضو يعني مش كبير قوي. ده ملخص حاجات اوبرتيف، البالب ثيرابي، بالب كابينج، ابيكسيفيكيشن، كلها حاجاتكم انتوا اخدتوها، والاندو بيريو برضو صغير. هو الكبار قوي النون سيرجيكال دي تريتمنت والمايكرو سيرجي، هم دول اللي هيبقوا كبار. وانا معاكم لو في اي سؤال ابعتولي ولو مش فاهمين حاجه. تمام يا دكتور شكرا. في حد عنده اي سؤال يا دكاتره؟ خلاص يبقى احنا كده على نظامنا ان شاء الله كل يوم اثنين او ثلاث بكتير هبعت لكم المحاضره بالصوت، ويوم الخميس ميعادنا ان شاء الله من 3 ل 5. يلا السلام عليكم. عليكم السلام.